نعم بارك الله. هذه إحدى الأخوات تقول: لاحظ على زوجي هداه الله دائما الإشادة بالزوجة الأخرى، وأنها تقوم بخدمتي وخدمة أهله، ولا يذكر العمال التي أقوم بها أنا، فهل هذا من العدل وهل هذا جائز للزوج؟ أولا أنت قومي بالواجب عليك مثل ما تقوم به الزوجة الأخرى، وسوف لا يتكلم الزوج بهذا الكلام. ثم على الزوج أيضا ألا يتكلم بالثناء على إحدى الزوجتين بحضور الأخرى، لأن هذا يغيظها ويغير صدرها عليه، فلا يتكلم بهذا. عليه أنه يراعي المصلحة ويدفع المضرة. نعم.